في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الحديث أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء. عندنا العرش والقلم، أيهما أسبق؟ قال قوم إن العرش أسبق. عندنا العرش والقلم، أيهما أسبق؟ قال قوم العرش أسبق من القلم، وقال قوم القلم أسبق من العرش، وقوم فصلوا. فقال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذاني، والحق أن العرش كان قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وعرشه على الماء كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده، فالكتابة مقارنة لوجود القلم. حينما خلقه الله قال له اكتب، مقارنة لإيجاد القلم. وأما من حيث الوجود فالعرش أسبق، هذا هو القول الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم وعرشه، إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، قدرها قبل الكتابة ثم كتب. الكتابة متأخرة عن وجود القلم، ووجود القلم متأخر عن العرش، والعرش أسبق.